اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا، اللهم وفقنا، اللهم اجعلنا دائما نأتي إلى هذا المكان المبارك يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير ربنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.